عندما تفشل في القيام بمسؤوليتك، أسكت الإعلام، وقد يكون هذا بأكثر من طريقة. الحريق كما لحق بمؤسسات الشموع، إطلاق القذائف ضد أبراج إرسال إذاعة بندر عدن، ومن قبلها إطلاق الرصاص على صحيفة اليوم الثامن. قبل هذه الأحداث وأثناءها، كانت هنا منصة وهي مؤسسة محلية تحث الصحفيين على الإعلاء من لغة السلام في وسائل الإعلام ومناهضة فكرة الكراهية. لكن من يستمع؟ إن أعلى الصحفيون رسائل السلام، هناك من يسقط مهنتهم وحياتهم أرضاً ثم يريد منهم أن يبتلعوا غيظهم ويسكتوا. تصرفات لا مسؤولة في زمن قلما تجد فيها مسؤولاً واحداً يقول لك ما الذي يحدث بالضبط ضد الصحفيين. بهذه الجرائم بحق الصحافة في عدن تعود إلى الأذهان مسلسلات الملاحقات واستهداف المؤسسات الإعلامية إبان نظام صالح الذي توالدت بعده كل هذه الممارسات. ألم يكن هو المؤسس الأول لهذا الإرهاب والترهيب؟ وهو تساؤل يقود إلى فكرة الانقلاب في صنعاء. ولكن لماذا الآن؟ يجيب الواقع من صنعاء إلى عدن، وما بينهما تعيش الصحافة حربا مفتوحة على أعقاب فكرة ضرب الدولة بالانقلاب على مؤسساتها وعلى رأسها الإعلام، حيث بات الصحفيون شهداء ومخفيين قسرا، ومعذبين ونازحين ولاجئين. من كرهوا انقلبوا وهم يرتكبون الفظاعات في طول البلاد وعرضها، وعدن ليست أحسن حالا من أخواتها في المناخ الإعلامي المسموم، إذ باتت حياة الكثيرين من الصحفيين هناك في عين النار، وثمة ما لم يتغير أو يجعل من الحكومة أو بقية اللاعبين في الساحة السياسية في العاصمة المؤقتة يحسنون التصرف مع هذه المهنة مكشوفة الظهر من قبل معدومي الضمير.